إلى الجزائر، حيث أعلن أمس جنرال متقاعد ترشحه للانتخابات الرئاسية ليصبح أول مرشح في الاقتراع المقرر إجراؤه في أبريل المقبل. هذا وجاء إعلان ترشح الجنرال علي غديري البالغ 64 عاما غداة إعلان الرئاسة الجزائرية عن موعد الانتخابات الرئاسية. وبموجب القانون سيكون لدى المرشحين المحتملين حتى 4 مارس للتسجيل لدى المحكمة الدستورية. يأتي هذا في وقت يلف الغموض نوايا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يحكم الجزائر منذ 1999، وعلى الرغم من وضعه الصحي وتقدمه في السن يدعوه معسكره منذ أشهر إلى الترشح لولاية رئاسية خامسة. لكن بوتفليقة الذي نادرا ما يظهر في العلن منذ إصابته بالجلطة لم يكشف بعد أي قرار في هذا الشأن.